شو المتوقع من انفراجات ممكن يصير بعد اللقاء، يعني بعد زيارة ماكرون إلى السعودية، بعد الاتصال بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس ميقاتي، وعلى حال مطلوب جملة إصلاحات يعني، ولكن على رأسها في شغلتين أساسيتين، حزب الله، السلاح والتهريب وإصلاحات. أنا إعلان جدة ذكرني بإعلان بعبدة، يعني شو الفرق بين اعلان جدة واعلان؟ كثير هلا هيك لا عملت لا بالمضمون بالتوصيف، يعني النقط اللي طلع البيان الفرنسي السعودي اللي ذكرها شو بتفرق عن اعلان بعبدة؟ يعني هذا الشيء نحن انه توصيف الواقع، ما هيدي الامور هي اللي عامله هالانقسام والانشطار العمودي بالبلد. يعني ما نو أكثر من توصيف، يعني أنا ما شفت بهذا البيان أكثر من توصيف للواقع اللي نحن عايشينه، وما شفت أنه التشخيص كلنا، يعني صار التشخيص أنت أثناء سياق الحديث أنه التشخيص صار كل الناس عارفه، وهذا لب الموضوع أنه في انقسام بالبلد على هيدي النقط اللي ذكرها. مع العلم أنه يوم لما إجا أول مرة الرئيس ماكرون على قصر صنوبر في شغلتين، يعني هلا صرنا سنة ونص تقريبا الانفجار، بوقتها كان الانتخابات لسه في لها وقت، ما قبل يحكي بالانتخابات، وسلاح المقاومة وهالمواضيع ما اضطر، بل بالعكس اجتمع مع ايضا. فهلا هو شو عمل يعني بعدين الله. اذا نحن مفكرين انه هلا انه بدي اسال سؤال بريء، انه لو ما استقال الوزير ارداحي، انه البيان اللي كان بده يطلع عن اللقاء الفرنسي السعودي شو كان؟ بس شو ممكن؟ قالوا انه المشكله مشكلتنا الاساسيه هي حزب الله وليس شو ممكن البيان كان يتضمن غير هذا اللي انكتب؟ انه كان في ممكن يتغير شيء؟ انه كان في ممكن يطلع بيان ختامي بهالبنود اللي انحطت مختلف لو ما استقال الوزير ارداحي عن هذا اللي طلع؟ يعني انه هلا الاستقاله صارت ماشي الحال بدرة حسنية، مع اني انا يعني بتغير شيء بال يعني بالواقع. حتى ما يتفسر انه والله ما حدا تجاوب، ماشي الحال، بس انه هذا البيان اللي طلع بيان جد منين؟ قال وزير الخارجيه السعودي، وقال البيان الاخير، يعني المشكله حزب الله واضح، اوكي حزب الله، والمشكله هلا كل القصه والاصرار على الانتخابات، وانا برجع لبدايه حديثي انه انا مع اجراء الانتخابات، بس المعركه هي معركه من سيكسب الاكثريه في الانتخابات إذا صارت إن شاء ستعود الله ستعود العلاقات ستعود العلاقات قريبا، أو على الأقل يرجع السفير، أو على الأقل يعني ترجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. يعني السفير السعودي لما كان ولما غاب شو فرقت علينا إذا ما صار تغيير؟ يعني في قرارات معينة بدها، إنه هل إذا رجع السفير السعودي أو التمثيل الدبلوماسي هل حيصير في انه حتنفتح الحنفيه السعوديه للبنان؟ هل السعودي يعني اذا مرتاح باليمن وبموضوع اليمن حيعطي شيء بالمقابل؟ القصه انه من قصه يعني هل حدا يعني انه هل ما بدي خلينا هلا في امور، يمكن فولتير بيقول انه اذا تحدثت عليك ان تقول الحقيقه، بس ليست كل حقيقه تقال. لا انت اياها بدك تقول الحقيقه او الثانيه ليست كل حقيقه تقال. حكيتهم اكثر من هيك، يعني هلا حنروح على محل والوقت صار ضيق ما بكفي. ما انت عارف شو عملت، وصلتنا للاخر. على اعلان جده واعلان بعبده يعني بعتقد نفس المضمون، واذا طبق شيء من اعلان بعبده بيطبق شيء من اعلان جده بدون تفاهم واضح وصريح. لما بينتفي الخطر الاسرائيلي، انا هذا سلاح اللي الكل هلا عاملينه حجه وعاملين انه كل مصايب لبنان من وراء هذا السلاح، انا هذا سلاح ماني مستعد اتنازل عنه كل شيء، واسرائيل تهددني وبتهدد كياني، وانا مع المقاومه الى ابعد مدى ضد اسرائيل.